للإخوان المشاركين أنه مشاركتهم هي ليست ككل المشاركات في الورشات والندوات أو المؤتمرات الأخرى. فهم الآن يمثلون نينوى ويمثلون وحداتهم الإدارية بشكل رسمي. إحنا نحب نهتم بكل الحضور وكل المعنيين ونعطيهم دافع معنوي كبير جدا، والموضوع ليس خاضعا للكتل والأحزاب والمناصب والانتخابات، لا، هذا الموضوع موضوع يتعلق بإيمان الفرد أو إيمان المشاركين بهذا الموضوع. فهذه فرصة طيبة للكل اللي نستغل هذا الدعم الدولي الموجود للعراق ولنينوى حتى ننهض بالمدينة من كل الجوانب، وخاصة الجانب الثقافي والفكري والتوعوي. وأنا أكرر بأنه لازلنا في بداية الطريق، ولكن الطريق سالك إن شاء الله، وأؤكد بأنه نحن نعمل على مستوى لجنة الاستقرار في رئاسة المجلس بإنشاء معهد للسلام في نينوى، يعني يكون تتويج لجهودكم ومشاركاتكم في هذه الورشات.